بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أعتدنا لهم عذابا أليما. بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين. فمحونا الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. لتبتغوا فضلا من ربكم
بكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وجعلنا الليل والنهار آيتين كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي فإنما يضل
صدق الله العظيم. الفاتحة.